بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم شفاء، يعطيكم العافية يا رب. رح أكون معكم إن شاء الله اليوم في شرح محاضرة Digestive System اللي هي محاضرة الجهاز الهضمي. محاضرة دسمة شوي ومليانة معلومات، بس إن شاء الله أنه يعني بعد التوضيح وبعد الشرح أنه يصير الحفظ أسهل عليكم. يعني هاي مادة الفاينل عندكم لأنها سيستمات فرح تستصعبوها شوي، بس أي سؤال إحنا جاهزين. خلينا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. نحكي اليوم عن الدايجستيف سيستم اللي هو الجهاز الهضمي. نحكي عن الاورجنايزيشن اوف ذا دايجستيف سيستم اللي هي الاناتومي. يعني اول شيء نبدا نفهم شو الستركتشرز، شو التشريح تبع الجهاز الهضمي. هلا الجهاز الهضمي يقسم الى قسمين، جزء بسميه الجاسترو انتستينال تراكت، اوكي، اللي هو ال 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 يعني ال الجهاز الهضمي نفسه، عرفتوا، اللي هو عبارة عن continuous tube، هو عبارة عن زي الأنبوب المتصل في بعض البعض. والجزء الثاني بسميه accessory organs. إذن يقسم إلى قسمين، gastrointestinal tract اللي هو المسار الحقيقي للجهاز الهضمي، والجزء الثاني هي accessory organs، يعني الأعضاء اللي زي المساعدة والمساهمة في الجهاز الهضمي. تمام. هلأ gastrointestinal tract يقسم إلى الماوث، الأوروفارنكس اللي هو البلعوم الفموي، الإسافجس البلعوم، ستومك المعدة، والسمول واللارج انتستين اللي هي الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة. أوكي، هاي الجهاز الهضمي نفسه، الوعاء نفسه للجهاز الهضمي. بينما الأعضاء المساعدة له بس اللي هي outside the canal، يعني مش خلال هذا الأنبوب المتصل، but secrete their secretions inside the canal، بس تعطيني إفرازات. هاي الإفرازات وين بتكون؟ بتكون داخل هاي الأنبوب تبع الجهاز الهضمي، زي salivary gland اللي هي الغدد اللعابية، الليفر، الجالبلدر اللي هي المرارة، والبنكرياس. تمام. معناته هو عبارة عن أنبوب متصل بيبدأ من الفم، هاي الماوث، بعدين الأوروفارنكس، أوكي، اللي هو البلعوم الفموي، بعدين الإسافيجس، هاي الستومك، سمول انتستين، بعدين لارج انتستين، لحد ما نوصل لشو؟ للأينس. تمام. هذا شو الوعاء نفسه، الكونتينيوس كانال، هذا الدايجستيف الجاسترو انتستينال تراكت، المسار الواحد. أما الأورجانز الثانية المساعدة، الليفر، الجالبلدر، البنكرياس، وشو كمان حكينا فيه عنا، اللي هو السلايفر جلاند اللي بتكون موجودة في الأورال كافيتي. تمام. أوكي، نحكي عندي عن الهيستولوجي، أوكي، of the GI tract. structure of the GI tract اللي هي الطبقات اللي بتكون منها. أول طبقة عندي الميوكوزا اللي هي الطبقة المخاطية، هي الانر لايننج، يعني الإشي اللي بيبطن التجويف. يعني أول طبقة ببدأ فيها بعد اللومن، بعد التجويف، هي الميوكوزا. the innermost epithelial membrane that lines the GI tract، إذن هي الطبقة الداخلية للGI tract اللي بتبطن لي إياه. secretes mucus that lubricates and protects the GI tract. إذن شو تفرز؟ تفرز مخاط، ما اسمها ميكوزا، إذن تفرز للميوكس اللي هو المخاط، اللي بيعمل لي بيقلل الاحتكاك ما بين الأشياء اللي رح تمر من هذا التجويف مع إيش؟ مع التجويف نفسه، فهي بتقلل الاحتكاك وبتحمي لي كمان الGI tract. أوكي. تاني طبقة اللي هي سب ميكوزا، من اسمها سب يعني تحت الميكوزا، أوكي، فهي الطبقة الثانية. يعني هاي أنا ببدأ هون، هاي أول طبقة، بعدين في عندي تاني طبقة، هاي هون اللومن، أوكي، هاي أول طبقة اللي هي ميكوزا، وهاي تاني طبقة اللي هي سب ميكوزا. سب ميكوزا هي عبارة عن layer من dense irregular connective tissue، إذن هي عبارة عن النسيج الضام، بيكون irregular ودنس. شو بيحتوي هاي سب ميكوزا؟ فيها blood vessels، فيها أوعية دموية، وفيها lymphatic vessels كمان. أوكي، مهم نعرف كل طبقة شو محتوياتها. contains exocrine glands in some regions، في بعض الأماكن، مثلاً إحنا يعني مثلاً عندي الستومك، الانتستن، في بعض الأماكن طبقة السب ميكوزا فيها بيكون شو فيها؟ بيكون فيها glands، بيكون فيها غدد. هاي الexocrine يعني exocrine يعني غدة بتفرز محتوياتها في أنابيب بتصب في هذا اللومن، عرفتوا كيف؟ أوكي. ثالث طبقة اللي هي الماسكلارس بروبريا، من اسمه ماسكلارس، إذا فيها شو؟ فيها muscles، أوكي، اللي هي عبارة عن طبقتين من السموث مسل، اللي هي الانر سيركولر لاير، أوكي، طبقة داخلية من العضلات الدائرية، والطبقة الخارجية منها بتكون عضلات طولية longitudinal layer. ورابع طبقة والأخيرة اللي هي الخارجية الأوتر موست لاير، هي مين؟ هي السيروزا، أوكي، اللي هي عبارة عن loose connective tissue secretes fluid that lubricates the outside the GI tract. هيها هاي اللومن، نعلم بحث عشان ما نضل نمسح. هذا شو؟ هذا اللومن من جوا. أول طبقة بعد اللومن هي مين؟ هي الميوكوزا،
اوكي اللي بتعطينا ميوكس. بعدين في وراها سب ميكوزا، شايفين شو فيها؟ فيها نيرفز، فيها الليمفاتيك فيسلز، وفيها بلد فيسلز. اوكي بعدين في عندي الماسكولاريس لير، هي هاي اللي هي الطبقه العضليه. الطبقه العضليه اول طبقه عضليه بتواجهني هي سيركولار، شايفين كيف بتكون شو سيركولار. بعدين في عندي شو اللي هو لونجيتودينال، هاي كلها عندها طبقه عضليه، الداخليه بتكون سيركولار والخارجيه بتكون لونجيتودينال. بعدين اخر طبقه الرابعه والخارجيه الاوتر موست لير هي السيروزا. اوكي تمام، اتأكد بس انه الصوت شغال. تمام، هاي هيك حكينا عن الهيستولوجي لطبقات الجي اي تراكت. اوكي في صورة ما حكينا عنها، لا يعني هاي الاورال كافيتي، بعدين الاسوفيجس، بعدين الستمك، هاي الليفر الاكسسوري اورجانز، الجال بدر، البنكرياس، هاي السمول انتستين هون، وهاي الهون اللارج انتستين، بعدين بنوصل للركتم والانس. اوكي طيب يجي نحكي عن الماسكليتشر اوف ذا جي اي تراكت، نحكي عن الطبقات العضليه تبعت الجهاز الهضمي. اول الطبقه الخارجيه من العضلات حكينا اللي هي بتكون شو لونجيتودينال، طوليه. اوكي لونجيتودينال ماسكلر موسل لاير عفوا، كونتراكشن شورتنس ذا سيجمنتس اوف ذا انتستين اند اكسباند ذا لومن. هلا الانقباض تبعت اللونجيتودينال موسل لاير شو بيعمل لي؟ بيخلي السيجمنت تبعت الانتستين تصير اقصر، اوكي فبيوسع اللومن وبيقصر مين اللي هو السيجمنت يعني الوول اوف ذا انتستين. اما السيركولر موسل لاير بتكون ثيكر، تكون اسمك اوكي اتخن يعني، اند مور باورفل ذان لونجيتودينال. اذا مين اقوى، اللونجيتودينال ولا السيركولر؟ لا السيركولر اقوى واسمك من اللونجيتودينال. الكونتراكشن تبع هاي كان يعمل لي شورتنس للسيجمنت تبعت الانتستين واكسباند اوف ذا لومن، بينما الكونتراكشن تبعت السيركولر لاير ريديوس ذا دايامتر، بيقلل لي الدايامتر، يعني بدل ما يكون هالقد الدايامتر بصير شو؟ بصير هالقد. اوكي اذا بيقلل لي الدايامتر اوف ذا لومن and increase its length، بيزيد لي الطول لإله. innervated by الانتريك nervous system. احنا لما انا كمان اعطيتكم nervous system كان اول بارت منه حكينا انه في عنا انواع من nervous system، منها الانتريك nervous system، وحكينا انه شو هو عبارة عن الاعصاب اللي بتكون موجودة في الأورجن نفسه، والأورجن نفسه هو اللي بتحكم فيها باستقلالية عن البرين. اوكي هلا في عندي نوع ثالث من المسلز، هذا بس موجود في الستمك مش موجود بشكل عام. اللونجيتودينال والسيركولر مسل لاير موجودين من وقت نبلش بالاسوفيجس لحد الستمك لحد الانتستين، بعدين الريكتم كلها هاي موجوده فيها، سيركولر من جوا ولونجيتودينال من برا. الوحيد اللي فيها زياده اللي هي بتكون يعني قبل السيركولر، يعني هي بتكون الانر موست مسل لاير فيها اللي هي شو الستمك، بتكون اوبليك يعني المائله. اوكي هاي الستومك، هاي الاوتر موست لاير اللي هي اللونجيتودينال، تحتها بيجي السيركولر، وتحتها اخر اشي شايفين كيف تكون هيك اوبليك الفايبرز تبعيتها، هيها هاي اوبليك وهاي سيركولر وهاي لونجيتودينال. تمام هاي بس بالستومك الطبقه الثالثه. اوكي جبت لكم انا هون فيديو عشان نوضح حركه السيركولر واللونجيتودينال، شايفين كيف and as a wave of contraction passes through them هيك بتتحرك. It pushes the contents of the lumen forward. Now coming to the longitudinally arranged fibers, when the longitudinally arranged fibers contract, the wall of the lumen is pulled proximally over the contents like this. تمام اوكي هيك اتوقع يعني ان شاء الله تكون الصوره صارت اوضح. طيب نيجي هلا نحكي عن الكاركترستكس اوف جي اي سموث مسل. هلا هاي العضلات المساء اللي في الجي اي تراكت شو الخصائص تبعتها؟ ايتش مسل لاير فانكشن از السنسيشيوم، يعني اتوقع هون لما انا دورت على معنى الكلمه بالضبط كانت انه هلا المعنى الحرفي لها انه هي عباره عن فيوجن اوف ذا سيل، فيوجن اوف نمبر اوف سيلز بيكونوا لهم نفس الخليه، بس اتوقع هون قصدي انه كوحده واحده، انه كل طبقه تشتغل كوحده واحده، يعني سيركولر لاير كوحده واحده، اللونجيتودينال لاير كوحده واحده. هيك لما عملنا لها ديفا هذا نشوف التعريف تبعها، كان سنجل سيل اوكي اور سايتوبلازميك ماس كونتينينج سيفرال نيوكلياي اوكي formed by fusion of cell or by division of the nuclei. مش مهم هون يعني انه هي كوحدة واحدة اوكي contraction تبعها. هلا there are large numbers of actin filaments attached to dense body. في عندي structure في السموث muscles بيكون كتير مهم وبيكون قريب على الاكتين فيلمنتس اللي هي نفس اللي درسناها في skeletal muscle اللي مسؤولة عن contraction، فيها ايش اسمه dense bodies
some of the dense bodies of adjacent cells are bounded together by intracellular bridge called gap junction. يعني شوفوا هاي السموث مسل سيل في عندي ما بين السموث مسل والسموث مسل gap junction. شايفين هياته بيكون زي الفتحة ما بينهن. بينقول لي شو بينقول لي الاكشن بوتنشال من السموث مسل للتاني. عرفتوا كيف؟ يعني الاكشن بوتنشال هيات مثلا وصل لهاي السيل بينقول لي عن طريق الجاب جونكشن للي بعدها. تمام. There is continuous slow intrinsic electrical activity. يعني حتى لو ما في عندي stimulation من البرين أو مثلاً من 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 stimulation من خارجي للستومك أو للسموث muscles هاي اللي موجودة في الجي آي تراك، حتى لو ما في عندي stimulation في عندي دائماً slow intrinsic electrical activity. يعني في عندي electrical activity، في عندي إيش، في عندي كهرباء طالعة ونازلة في الجي آي تراك. مش ضروري تعمل لي action potential، مش ضروري توصل لي threshold، مش ضروري تعمل لي contraction، بس في عندي بيكون نشاط كهربائي في هاي السموث muscles. okay, most GI contractions occur rhythmically. يعني rhythmically اللي هو برذم معين. okay, يعني مثلا كل ثانيتين contraction معين. okay, فهو بيكون برذم معين ال contraction تبع ال smooth muscle cells. هلا نحكي عن electrical activity of GI smooth muscle. في عندي نوعين من electrical activity، في عندي slow waves وفي عندي شو اللي هو spike potential. slow wave ما اسمها are not action potentials، يعني هي ما بتكون عبارة عن action potential حقيقي. وإحنا حكينا أصلاً إنه دائماً في عندي، مش إحنا مش دائماً في عندي انقباضات في عضلات الجي آي تراك، بس دائماً في عندي نشاط كهربائي فيها. بس مش كل نشاط كهربائي بيوصل لي عشان يعمل contraction، مش كل واحد بيوصل فيها للثريشولد. أوكي، زي مين؟ زي slow waves. هلا caused by interaction between smooth muscle cell والinterstitial cells of كجال. هلا في عندي إشي اسمه الكجال سيل، زي كيف عندي البيس ميكر اللي موجودة في السي في اس، اللي موجودة في الهارت، اللي بتعمل لي جنريشن لحالها للأكشن بوتنشال. نفس الشيء البيس ميكر تبعت الجي آي تراك أنا بسميها الكجال سيل. أوكي، فعبارة عن زي تفاعل ما بين هاي الكجال سيل اللي هي البيس ميكر اللي بتولد لي الإلكتريكال أكتيفيتي بشكل مستمر والسموث مسل سيل. بس هل هذا الإلكتريكال أكتيفيتي تبع الكجال سيل بهاي السلو ويفز بيكون قوي لدرجة إنه يوصل للأكشن بوتنشال؟ لا، عشان هيك ما بيعمل لي action potential. اوكي، بس هيك بيعمل لي يعني حركات خفيفة و شو اسمه اللي هو نشاط كهربائي بسيط في الأجزاء الجي آي تراكت. مثلا في الستمك بتصير هاي السلو ويف ثلاث مرات في الدقيقة. في الدودينم اللي هو أول جزء من السمول انتستن، أوكي، بتصير من 12 ل 18 مرة في الدقيقة. بينما في الإيليوم اللي هو آخر جزء من السمول انتستن والكولون، أوكي، اللي هي الأمعاء الغليظة، بتصير من 6 ل 10 مرات في الدقيقة. هاي هي السلو ويف. شايفين ما وصلت شو؟ ما وصلت للثريشولد عشان تعمل لي الأكشن بوتنشال. فهي بس هيك يعني نشاط كهربائي بيطلع بينزل دون ما يعمل لي أكشن بوتنشال. أما الثانية اللي هي spike potential are two action potential، يعني هاي الأكشن potential الحقيقي. أوكي، occur when resting membrane potential become positive than minus 40 ملي فولت. يعني بس نوصل للثريشولد اللي هي سالب 40، هون ببلش شو يطلع spike potential اللي هو شايفين هذا اللي بيكون طالع هيك، هذا اللي بيعمل لي contraction الحقيقي. The higher the slow wave potential, the greater the frequency. يعني لو كان في عندي مثلا slow 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 مع بعض بعدين طلعت زي هيك، فهذا شو بتزيد لي الفريكوانسي تبعت لي spike potential. طبعا احنا بنعرف انه الاكشن بوتنشال مسؤول عنه بيكون الصوديوم البوتاسيوم والكالسيوم. اوكي، كالسيوم اند بوتاسيوم اند صوديوم شانلز عفوا ار ريسبونسبل فور ذا اكشن بوتنشال وين في السموث muscles. اوكي، كوز muscle contraction. اذا مين اللي بيعمل لي اكشن بوتنشال هون؟ اللي هو الصوديوم والكالسيوم شانل. تمام، هاي السبايك هون، هاي السبايك، وهاي شو؟ هاي بالريستنج اللي هي السلو ويفز اللي هي الحالة الطبيعية للجي آي تراكت، وهاي under stimulation. هاي السبايكس بتكون under the stimulation. اوكي، هلا patterns of the smooth muscle contraction. في عندي زي انماط لانقباض العضلات الملساء. في عندي الphasic contraction، والنقطة الثانية هون استنى نشوف. هلا الفيزيك كونتراكشن اللي هو شو؟ اللي هو عبارة عن البيريودك كونتراكشن فولود باي ريلاكسيشن. ايوه، يعني هون اللي هو الفيزيك كونتراكشن، خلاص انقبضت العضلة بعدين عملت ريلاكسيشن، ردت انقبضت عملت لي سبايك بعدين سبايك، يعني هيك الطلعة هاي الشارب. اوكي، بتكون شارب. اوكي، ردت طلعت بعدين ردت عملت شو؟ ريلاكسيشن. تمام، هذا هو البيريودك كونتراكشن او الفيزيك كونتراكشن اللي هي فولود باي ريلاكسيشن از السمول انتستين اند اسوفيكس، زي السمول انتستين والاسوفيكس. بينما الثاني اللي هو التونيك كونتراكشن. شو يعني تونيك كونتراكشن؟ مينتين
pain contraction without relaxation. يعني شو بيكون زي التتنس زي التشنج اللي هو طالع 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 أوكي مش عم بصير في عندي شو relaxation. هاي ما إلها علاقة بالslow waves، إنه slow waves أصلاً يدوب تعمل لي إيش يعني إذا كانت كتير frequent وورا بعض ووصل threshold تعمل لي spike. أما التونيك contraction ما بيكون إله علاقة بشو، ما بيكون إله أو التونيك contraction عفواً ما بيكون إله علاقة بالslow waves. caused by continuous repetitive spike potential، يعني يعني كذا action potential إجا ورا بعض كلاتهن عدوا الثريشولد وعملوا لي spike ورا بعض ورا بعض ورا بعض لدرجة إنه العضلة ما لحقت تعمل لي relaxation ما بينهن. أوكي ممكن تكون تحت الهرمونال effect، هرمونال effects continuous entry of the calcium. أوكي الكالسيوم قاعد عم بيدخل باستمرار فبالتالي عم بيعمل لي action potential بشكل متتابع لدرجة إنه الخلية العضلية مش عم بتلحق تعمل لي relaxation. هذا الإشي اللي بيعمل لي tonic contraction. إذا في عندي نوعين من patterns of the smooth muscle contraction، إما بيكون periodic contraction اللي هو تعمل contraction أوكي بتطلع بspike بعدين شو ترجع بتعمل لي relaxation، أما tonic contraction اللي هو ما بتلحق تعمل without relaxation ما بتلحق تعمل relaxation. تمام اوكي طيب هلا نيجي على الماسكولار موفمنت اوف ذا جي اي تراكت. شو هي انواع الحركات اللي موجوده عندي في الجهاز الهضمي؟ يعني شو هي كيف ممكن انه يكون في عندي حركه داخل الجهاز الهضمي؟ اول حركه اللي هي الميكسينج، حركه الميكسينج اللي هي الخلط. اوكي ميكسينج موشن ان ذا اورال كافيتي، كيف الانسان لما بيحط الاكل بتمه بصير يعمل ميكسينج، بصير يعمل يخلط الطعام، عرفتوا كيف؟ إذن هي عبارة عن الميكسينج موشن، حركة الخلط in the oral cavity and the stomach that allows the GI tract to break down food into smaller particles. يعني الإنسان بيأكل ال بتكون لقطة الطعام بتكون شو مالها بتكون كبيرة، بس بحركة الفم ببلش شو يكسر هاي الأجزاء الكبيرة لأجزاء أصغر عن طريق عن بعملية شو الخلط. أوكي هاي أول حركة الميكسينج. تاني حركة اللي هي البيريستالسيس اللي هي الحركة المعوية اللي هي عبارة عن wave like movement، يعني حركة زي الموجة اللي هي هيك بتكون. أوكي that occurs from the oropharynx، مجرد ما تدخل الطعام يطلع خلاص من الأورال كافيتي. الأورال كافيتي كان في ميكسينج، دخلنا على الأوروفارينكس هون بلشنا بالبيريستالسيس، بلشنا بالحركة الموجية هاي، عرفتوا؟ من الأوروفارينكس للريكتوم رح تضلها موجودة هاي البيريستالسيس تعمل لي بوش للفود بارتيكلز توورد ذا أنوس. هلا رح افرجيكم فيديو عليها كمان. اوكي ثالث حركة طبعا هون هنا الترقيم مختلف عن ترقيم الدكتور، اعتبروا هاي حركة واحد الميكسينج، البيريستالسيس اثنين، والسيجمنتيشن ثلاثة. اوكي يعني انا لما شفت السلايدات هون كانت سيئة، خليها تفتح، كان الدكتور هيك مقسمها عشان هنا شايفين كيف phasic contraction tonic contraction، بس الطريقة هيها mixing peristalsis و segmentation، يعني هنا النقاط مش موضحة، عرفتوا كيف؟ إذن هاي واحد واثنين وثلاثة. أوكي إذن peristalsis حكينا اللي هي wave like movement اللي بتدفع لي لقمة الطعام من الأوروفارينكس، من وقت مبلش بالأوروفارينكس حد ما نوصل ركتم اللي هو المستقيم، تمام بتدفع لي اياه للامام. سيجمنتيشن اللي هي من اسمها سيجمنتيشن، يعني بتعمل لي الفود سيجمنت. اوكي يعني بتعمل له تقطيع. independent contraction and relaxation of regions of the small intestine allowing the small intestine to digest and absorb more effectively. يعني بتصير الامعاء مالها مقسمة هيك، يعني شايفي هاي سيجمنت هاي سيجمنت هاي سيجمنت، عرفتوا كيف؟ فبصير في عندي هون contraction وrelaxation لهاي القطعة من الأمعاء، contraction لهذا الجدار الأمعاء وrelaxation باللي بعده. هاي بيعمل لي زي تقطيع في الأمعاء، أوكي بيعمل لي شو segmentation، عرفتوا كيف؟ هذا segmentation بيخلي لي بكل منطقة يصير في عندي digestion أحسن هضم أحسن بالإنزيمز وكمان absorption أحسن، عرفتوا كيف؟ إذن أول حركة ميكسينج هاي خلط في الستومك وفي الأورال كافيتي. تاني حركة البيريستالسيس من وقت ما ندخل الأوروفارينكس لحد ما نوصل للريكتم. تالت حركة اللي هي السيجمنتيشن اللي عبارة عن independent contraction وريلاكسيشن، يعني هون في هاي المنطقة بصير contraction اللي بعدها بصير شو ريلاكسيشن، بعدين هون بصير contraction بعدين اللي بعدها شو بصير ريلاكسيشن في الستومك في الانتستين عفوا، عرفتوا كيف؟ عشان تساعد لي تخلي ال ال ال, ال الفود وقت أطول عشان أنا أقدر يعني أخلي يصير عليه digestion أحسن وabsorption كمان more efficiently. تمام
أفرجيكم كمان فيديو سريع لهاي الحركات عشان توصلكم بصورة أحسن. Distinct muscular actions of the GI tract move food on its long journey. Wave-like rhythmic muscular contractions push food and digestive materials in one direction along the GI tract. These muscle contractions are called peristalsis. Segmentation is a muscular movement that occurs in the small intestine. The alternating forward and backward movements of segmentation further mix the partially digested food and digestive juices and bring this mixture, called chyme, into contact with the intestinal wall. تمام. هلا هيك خلصنا من انواع الحركات اللي موجوده عندي في الجي اي تراك. حكينا ميكسينج، بريستالسيس، سيجمنتيشن، وحكينا عن انواع الكونتراكشن اللي بتصير للسموث مسل، البيريودك كونتراكشن والتونيك كونتراكشن. هيك كتلخيص سريع حكينا عن انواع الالكتريكال اكتيفيتي، سلو ويف، سبايك ويف، سبايك بوتنشال. تمام. اوكي، نحكي هلا عن الريجوليشن اوف جي اي تراكت اكتيفيتيز. مين المسؤول عن تنظيم الاكشن والاكتيفيتي تبع الجي اي تراكت؟ اول اشي مسؤول عندي اللي هو اوتونوميك نيرفس سيستم، بعدين في عندي الهرمون الكنترول، بعدين في عندي اللوكال فاكتورز. اذا في عندي ثلاث اشياء مسؤوله عن تنظيم الاكتيفيتيز في الجي اي تراكت. اول واحده اوتونوميك نيرفس سيستم اللي هو الجهاز العصبي. تمام. هلا السمباثيتك احنا بنعرف اللي هو السمباثيتك اللي هو فايت اور فلايت، يعني هلا الجسم بحاله تاهب وبحاله استعداد وفي عندي ادرينالين وفي فاحنا انا مش وقت اهضم. هلا مش وقت الجهاز الهضمي يشتغل، معناته السمباثيتك نيرف شو بتعمل؟ بتعمل لي انهيبيشن للجي اي تراكت اكتيفيتيز. اوكي، شو رح تعمل لي؟ رح تعمل لي تثبيط للاكتيفيتيز وللحركات المعويه وللابزوربشن وللدايجستشن. مش وقته هلا. اوكي، الجسم بيكون مشغول بشيء ثاني. اما الباراسمباثيتك اللي هو ريست اند دايجست، اسمها and digest اللي هو اهضم، كيف بتعمل لي stimulation للجي اي تراكت اكتيفيتيز؟ هاي من شو؟ الاوتونوميك نيرفس سيستم. في عندي الانتريك نيرفس سيستم، حكينا اللي هو الاعصاب اللي موجوده داخل الجهاز العصبي. هاي اول شغله بتعمل لي ريجوليشن للاكتيفيتيز. هلا الانتريك نيرفس سيستم هي عباره عن النيورونز ار جروبد ان ثاوزندز اوف جانجليا. الجانجليا هي عباره عن تجمع السيل بوديز تبعت النيرفز، بتكون موجوده وين؟ في الجي اي تراكت. بتعمل لي ريجوليشن للجي اي اكتيفيتي. والسمباثيك والباراسمباثيك فايبرز تربط لي الانتريك نيرفس سيستم بالسي ان اس جاست تو ريجوليت ات. اذا كمان عندي الانتريك نيرفس سيستم، اوكي، الاعصاب اللي بتكون موجوده في الجهاز العصبي اللي داخل الجي اي تراكت بيكون مربوط بنيرف فايبرز مع الباراسمباثيك والسمباثيك اللي موجود في السي ان اس عشان يعمل لي ريجوليشن لإله. تمام. اذا هاي اول شغله بتعمل لي ريجوليشن الجي اي تراكت اكتيفيتيز اللي هو النيرفس سيستم. طيب هلا يا جماعه، الانتريك نيرفس سيستم عندي يقسم الى مينتريك بلكسس والسب ميوكوزال بلكسس. اوكي، اذا الجهاز العصبي الداخلي تبع الجي اي تراكت يقسم اما مينتريك بلكسس او سب ميوكوزال. هلا مينتريك بلكسس وين موجود؟ هذا موجود ما بين اللونجيتودينال والسيركولار ماسكولار لاير. مش انا حكيت لكم انه كل الجهاز الهضمي عندي فيه طبقتين من العضلات اللي هو الانر 1 اللي هي السيركولار والاوتر 1 اللي هي اللونجيتودينال. ما بينهن، اوكي، ما بين هذول الطبقتين من العضلات في عندي شبكه من الاعصاب، بلكسس، تجمع اعصاب اللي هو انا بسميه المينتريك بلكسس. هذا اول جزء من الانتريك نيرفس سيستم. اوكي، هذا اورجنايزد ان نتورك اراوند ذا جت. اذا المينتريك بلكسس موجود ما بين اللونجيتودينال والسيركولار وين؟ في الجت، في المعده. تمام. كنترولز موفمنت اند كونتراكشن، من اسمه جهاز عصبي، اذا هو بتحكم في الاكتيفيتيز، في الموفمنتس، في الكونتراكشن تبعت الجي اي تراكت. اوكي، ثاني جزء من الانتريك نيرفس سيستم اللي هو سب ميوكوزال بلكسس، من اسمه سب ميوكوزال، اذا هو موجود في السب ميوكوزال لاير. تمام. localized in small and large intestine، اذا هذا في الجت وهذا في السمول واللارج انتستين، conveying information to the brain، يعني بينقل لي الانفورميشنز لوين؟ للبرين. بيقول لي هاي المعلومات، الاشارات العصبيه والمعلومات والاشياء للبرين. بتحكم في السكريشن. هلا اللي موجود في الجت اللي هو المينتريك بلكسس بتحكم في الموفمنت في الكونتراكشن، بينما في السب ميوكوزال بلكسس اللي موجود في السمول واللارج انتستين بتحكم في شو؟ في السكريشن. تمام. شوف هاي الصوره، هاي السب ميوكوزال بلكسس. شوفوا يا جماعة، هاي السيروزا، هاي الأوتر موست لاير، بعدين دخلنا على الماسكولار لاير اللي هو اللونجيتودينال لاير ومين؟ والسيركولار لاير. تمام. هلا ما بين اللونجيتودينال وما بين
السيركولر هاي الزهرية، في عندي هون اللي هو الجهاز العصبي هون اللي موجود، شو هو المينتريك بلكسس، هاي موجودة في وين، في فين، ماني قلبت مصري، هاي موجودة في الجت، اوكي. اما اللي موجوده في السب ميكوزا اللي هي هون، هاي الميكوزا اللاير، اوكي، هاي الميكوزا اللاير، هاي السب ميكوزا، هاي اللي بيكون عند موجود في السب ميكوزا، هذا شو اللي هو الجزء الثاني من ال من الانتريك نيرفس سيستم اللي بتحكم لي في السكريشنز. اتفقنا؟ اوكي، هيك خلصنا اول شيء بتحكم في الاكتيفيتيز تبعت الجي اي تراكت اللي هو الاوتونوميك نيرفس سيستم. حكينا عن السمباثيك والباراسمباثيك والانتريك. الانتريك بنوعين، ماينتريك بلكسس والسب ميكوزا البلكسس. ثاني شغله بتتحكم لي في الاكتيفيتيز هاي، كمان خلينا نرقم هون عشان ما تنعجقوا، هاي واحد، هاي الريجوليشنز، اوكي، تعتبر واحد الاوتونوميك نيرفس سيستم، اثنين الهرمون الكنترول، وثلاثه اللي هو اللوكال فاكتورز. طيب هدلون اثنين تابعين، الواحد واثنين هدلون خلينا نحكيهن اي وبي، هدلون تابعين لمين؟ تابعين للانتريك بلكسس، هاي عشان ما تنعجقوا فيهم. طيب الهرمون الكنترول، الهرمونال كنترول هرمونز from the GI tract، اوكي، هي عبارة عن هرمونات بتطلع من الجي اي تراكت والاندوكراين جلاند، اوكي، مثلا زي البنكرياس، help regulate the GI tract activities. هلأ في عندي الانتيريو اندوكراين سيلز اللي هي خلايا بتفرز لي هرمونز موجودة جوا الجي اي تراكت، release peptide hormones and biogenic amines زي السيروتونين، الهستامين والجاسترين. اذا الهرمونز احنا بنعرف انه الهرمونات بتتحكم في شو؟ بتتحكم في الجي اي تراكت activity، اوكي، اما هاي الهرمونات from the GI tract أو من endocrine gland، يعني endocrine gland إما خارج ال GI tract أو اللي هي من ال accessory gland أو بال GI tract نفسه، تمام؟ تتحكم لي في شو؟ بالهرمون الكنترول، من أثر على هاي الهرمون السيروتونين، الهستامين والجاسترين، هدلون كلها كان رح نحكي عنها كمان شوي. ثالث شغلة تتحكم لي في الactivities اللي هي local factors، أوكي، عوامل محلية locally يعني بال GI tract نفسه، مثلا changes in the pH، اوكي، مثلا ال pH عامل مهم، اذا تغير بتحكم لي في الاكتيفيتي تبعت ال GI tract، اوكي. presence of chemical like food، اوكي، اذا هاي الشغلات هي موجودة locally في ال GI tract نفسه، اذا صارت او اذا تغيرت رح تأثر لي على الاكتيفيتي تبع ال GI tract، تمام؟ هيك بنكون خلصنا الثلاث شغلات اللي بتعمل regulation للاكتيفيتيز تبعت ال GI tract. نيجي هلا يا جماعه نحكي عن، نبلش هلا بخطوه خطوه من من الوظائف والفانكشنز تبعت الدايجستيف تراكت. شو الفانكشنز؟ شو وظائف الجهاز الهضمي او المسار الهضمي هذا؟ اول شيء انجستشن اللي هو الهضم، هذا بعدين بعدين في عندي الميكانيكال دايجستشن، وفي عندي كيميكال دايجستشن، كمان نوعين للدايجستشن، في عندي ميكانيكال هضم، ميكانيكال وهضم كيميكال. بعدين في عندي سكريشن اللي هو الافراز، ابزوربشن امتصاص، اليمينيشن اللي هو الـ التخلص من الويست برودكتس، تمام. هلا اول وحده اللي هي الانجستشن، اوكي، هاي وين بتصير عمليه الانجستشن؟ اللي هو occurs when solid food and liquid enter the oral cavity، اوكي، اللي هو الانجستشن اللي هو لما انا مثلا بكسر ال 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 اللارج فود، اوكي، لهذا بتبلش العمليه هاي من وقت ما يدخل الفود او الليكويد مثلا وين على الاورال كافيتي. احنا هون بلشنا العمليه، اول عمليه اللي هي اسمها شو؟ الانجستشن، اللي هو دخول الطعام على الاورال كافيتي، اوكي، او الليكويدز يعني بشكل عام. هلا الدايجستشن عندي نوعين، اول نوع الميكانيكال دايجستشن، ثاني نوع الكيميكال دايجستشن. ميكانيكال دايجستشن اني انا الاشياء الكبيره احولها لاشياء صغيره، بس اني انا اكسر يعني اصغر حجمها، ما بغير انا من الـ من الـ من الـ من الستركتشر تبعها، ما بغير من الكيمستري، ما بعدل عليها كيميائيا، بس بعدل عليها ميكانيكي اللي هو انا بصغر حجمها، اوكي، اللي هو التشوينج، عملية المضغ، عرفتوا كيف؟ اللي هو involves crushing اللي هو تحطيم of the food in the oral cavity and mixing in the stomach، يعني أنا بحول الأكل من أجزاء كبيرة لأجزاء أصغر، بس هاي هي الميكانيكال دايجستشن. أما الكيميكال دايجستشن اللي هو enzymatic breakdown اللي هو أنا هون بعدل عليه بالإنزيمز وبكسره كيميائيا of the food into small organic molecules that can be absorbed by the digestive epithelium، اللي هي أنا بحوله لمواد قابلة للامتصاص عن طريق الدايجستيف epithelium. اتفقنا؟ إذا حكينا أول وحدة، أول function للdigestive tract ingestion، أوكي، تاني وحدة الميكانيكال digestion، وكمان في عندي الكيميكال digestion. تالت وظيفة لإله
أو الرابعة اللي هو secretion اللي هو الإفراز. يفرز لي hormones, يفرز لي enzymes, okay? Enzymes and digestive fluids secreted by the digestive tract and its accessory organs. إذا بيتم إفرازها من digestive tract نفسه ومن the accessory organs. شو بتعمل لي؟ facilitate chemical digestion, بتسهل عملية الهضم الكيميائي. إني أنا أحول مثلا البوليسكرايد لمونوسكرايد أو الدايسكرايد, إني أنا أكسر الستارج, إني أنا أعمل كذا, إني أنا أعمل digestion للبروتين. أوكي, إذا هاي الهرمونز والسكريشنز بتساعدني في عملية الكيميكال digestion. هلا نيجي عندي على الابزوربشن اللي هو عمليه الامتصاص. اوكي, رابع وظيفه للدايجستيف تراكت اللي هو الابزوربشن. باسج اوف ذا نيوتريينت اوف كيميكال دايجستشن فروم ذا دايجستيف تراكت, اني انا انقل هاي المواد من الدايجستيف تراكت لوين؟ للبلد. اوكي, للدم. خلاص انا بدي امتص هاي المواد اللي اكلتها. اوكي, اللي هو البلد اور ذا اور ليمف. انا يا اما بمتصها للبلد او بمتصها للليمف فور ديستريبيوشن تو تيشو سيلز, عشان انا اوزعها على باقي خلايا الجسم. تمام, الإليمينيشن اللي هو الإكسكريشن of the wasted and unabsorbed materials outside the body through the anus. إني أنا خلاص أتخلص من المواد اللي لم يتم امتصاصها ولا هضمها عن طريق الأنس. أوكي, اللي هو الشرج. اتفقنا, معناته في عندي ingestion, في عندي mechanical digestion, في عندي chemical digestion, في عندي secretion إني أنا أفرز هرمونات وإنزيمز تساعدني في digestion, absorption أمتص المواد اللي أكلتها, والelimination اللي هو excretion of the wasted material or unabsorbed materials. تمام, أوكي, خلصنا. هيك شو the functions of the digestive tract. نيجي هلأ على اللي هو ال GI tract body parts by part by part. يعني هلا بدنا نبدا من الاورال كافيتي لحد اخر جزء في الدايجستيف تراكت. نحكي كل واحد عن كل واحد هيك تفاصيل صغيره, تمام, مع الاكسسوري اورجانز طبعا. يعني كل شيء بالجي اي سيستم بدنا ندرسه. هلا طبعا الجي اي سيستم شو ببلش؟ بالماوث, في الفم. اوكي, هو الفود is broken down by mechanical digestion. أنا حكيت لكم أني أنا اللقمة الكبيرة أخليها أصغر, عرفتوا؟ هذا mechanical digestion using mastication اللي هو المضغ. أوكي, عن طريق وين هذا الحكي بصير؟ في الماوث. كمان بصير في عندي نوع من الكيميكال دايجستشن في الماوث عن طريق الأمايليز إنزيم. يعني في عندي بالماوث, أوكي, في عندي إنزيم اسمه أمايليز بيعدل لي كيميائيا على الفود اللي الإنسان بياكله. أوكي, شو بيعمل هذا؟ بيجيني من وين؟ بيجيني من السلايفا, من اللعاب. أوكي, من السلايفري جلاند that breaks down the polysaccharide into disaccharide. يعني أنا مثلا لو عندي مركب فيه مثلا 20 حبة جلوكوز, أوكي, بصير شو عن طريق الأمايليز هاد بصير بس 2 جلوكوز اللي هو عبارة عن disaccharide اللي هو عبارة عن 2 جلوكوز أو مثلا 2 فركتوز. أوكي, إذا بالماوث بصير في عندي ميكانيكال دايجستشن بصغر حجم الأكل, وكمان كيميكال دايجستشن بغير من الكيميائية تبعيته عن طريق مثلا الأمايليز إنزيم اللي بيجيني من السلايفري سيكريشنز من السلايفري جلاند بيحول لي البوليساكرايد لدايساكرايد. The tongue manipulates the food during mastication and detect taste sensations. يعني اللسان بيحرك الطعام داخل التجويف الفموي, وكمان بيكون عليه اللي هو ال sensations اللي هي مستشعرات التذوق عشان الإنسان يعني يستوعب الطعم اللي عم بياكله. أوكي, هاي مستقبلات التذوق بتكون موجودة على التongue. تمام, food particles are mixed with saliva. هون رح يتم خلط جزيئات الطعام مع مين؟ مع السلايفا, مع اللعاب اللي بيجيني من السلايفا جلاند during mastication عن طريق عملية المضغ. اوكي, لما الانسان بيمضغ الطعام داخل التجويف الفموي رح يخلطه مع اللعاب اللي جاي من السلايفا جلاند. اوكي, resulting in moist lump بسميها البولس. يعني هذا الاشي رح يعطيني زي اللي هو زي كرة رطبة من الطعام بسميها شو اللي هو البولس اللي هو اللقمة, بتكون لقمة الأكل. تمام, اوكي, السلايفري جلاند في عندي ثلاث أنواع من السلايفري جلاند. في عندي سبلينجوال من اسمها سبلينجوال تحت لسان, باراتيد جلاند بتكون هون موجودة على جنب على بتكون يعني عند الخد. أوكي, بتكون على الجانبي من التجويف الفموي بتكون على الخد. وفي عندي اللي هو السب مانديبولر اللي هو تحت المانديبل تحت الفك السفلي. تمام, السلايفا اللعاب بتكون 99.5% منه مي ووتر, وبس 0.5% منه بيكون ديزولفد سبستانس اللي هي بتكون مواد دائبة في هاي المي. أوكي, زي مثلا HCO3
ماينس وكمان في عندي الكترولايتس واميليز انزيم. زي ما حكينا الاميليز انزيم اللي بيعمل لي كيميكال دايجستشن للبوليسكرايد. اوكي هلا شو وظائف السلايفا؟ هاي السلايفا اللي بتم افرازها من السلايفا جلاند شو وظائفها؟ مويستن فود اند ذا ماوث ديورينج ماستيكيشن، يعني خلال عملية المضغ اوكي بترطب الفود، بترطبه ما بتخلي جاف، بترطبه وبترطب كمان الماوث. clean the teeth بتنظف الاسنان and inhibit bacterial growth، بتمنع لي شو الناس اللي بيكون عندهم نقص في السلايفا بصير في عندهم كتير تسوس اسنان، لانه من وظائف السلايفا انها تنظف الـ 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 الاسنان وانها شو تمنع لي البكتيريال جروث، تمنع لي نمو البكتيريا على الاسنان. digest a small amount of starch via amylase enzyme، تهضم لي كمية صغيرة من الستارتش اللي هو النشا اللي هو عبارة عن بوليساكرايد. يعني انتو اخذتوا بالبداية انه الستارتش هو عبارة عن بوليساكرايد مركب فيه شوجر، اوكي العديد من اللي هو السكرايد، عرفتوا كيف؟ فبتم إلى بصير عليه اللي هو هضم جزئي عن طريق الأمايليز إنزيم. تمام؟ هيك خلصنا أول organ أو أول جزء أول part من digestive system اللي هو الماوث. حكينا إنه بصير في عندي mechanical digestion وchemical digestion. الchemical digestion عن طريق ال enzyme اللي بيكون موجود في السلايفا اللي بيجيني من هدران ثلاث salivary gland، واللي هو 99.5% منه water، الباقي بس 0.5% منه اللي هو dissolved substance. وحكينا عن الfunction اللي له اللي هو بساعدي في moisten the mouth والfood وclean the teeth digest a small amount من starch via amylase enzyme. نيجي على تاني جزء من أجزاء الإسافيجس، عفوا الدايجستيف سيستم اللي هو الإسافيجس اللي هو شو المريء. أوكي هلا المريء actively moves food from the throat to the stomach، يعني هو اللي بيحرك الأكل من الحلق، أوكي من يعني بعد التجويف الفموي، من الحلق لوين؟ للستمك، للمعدة. هو الرابط ما بين الماوث، هاي الإسافيجس هو الرابط، هاي الماوث تبع الإنسان، هو الرابط ما بين الماوث لوين؟ للستمك. تمام طيب control of movement اللي بتحكم لي في حركة الطعام داخل الإسافيجس داخل المريء. في عندي صمامين للمريء، صمام علوي وصمام سفلي. الصمام العلوي أوكي اللي هو بيكون وين؟ اللي هو بيكون بعد التجويف الفموي، يعني هاي التجويف الفموي وهون الصمام، هاد هاي التجويف الأول هياته هون هياته upper esophageal sphincter. أوكي هذا بيمنع لي شو اللي هو prevent air from entering the esophagus، عشان بسكر هذا الصمام، بسكر للإسافيجس. هذا الإسافيجس الجماعة دائما مسكر، بيكون ملزق على بعضه مسكر، يعني عضلة مسكرة على الآخر بهذا الصمام عشان ما يدخل فيها هواء، عشان ما يتعبي المعدة هواء، عرفتوا؟ متى بفتح؟ بس بفتح هذا الصمام لما بنبلع الأكل، بس هالقد. مجرد ما تمشي اللقمة من أول الإسافيجس بقوم بسكر، بسكر من فوق وبكمل يعني بسحبها لتحت، عرفتوا كيف؟ اوكي هذا الابر اسوفيجيال سفنكتر هو عباره عن سيركلر مسل، يعني بتكون هيك زي عضله دائريه على اول الاسوفيجس. اوكي بتكون هيك تكند وبتضلها مسكره طول الوقت، بس تفتح لما بينزل الاكل في المريء عشان تمنع للهواء انه يدخل على الاسوفيجس. لور اسوفيجيال سفنكتر lower esophageal sphincter اللي هو بسميه أنا الكاردييك سفنكتر. أوكي ليه؟ لأنه المنطقة اللي بيفتح فيها الإسافيجس على المعدة بسميها الكارديا، أوكي أو الكاردييك نوتش. هاي المنطقة اللي بتفتح فيها المريء على المعدة بسميها أنا الكارديا أو الكاردييك نوتش، عشان هيك الصمام الموجود هون بسميه شو؟ بسميه الكاردييك سفنكتر. أوكي اللي بسكر المعدة، اللي بسكر لي يعني هو اللي بيكون موجود على آخر الإسافيجس، بسكر لي ما بين الإسافيجس والمعدة، عشان بس توصل اللقمة وتنزل على المعدة ممنوع تطلع مرة تانية على الإسافيجس، وبالتالي هذا الصمام بسكر، عرفتوا كيف؟ at the inferior end of the esophagus okay normally contracted، بتكون عادة شو مالها؟ normally contracted بالشكل الطبيعي، بتكون مسكرة prevent backflow of stomach contents، بتمنع لي انه هاي المعدة كتير رح تتحرك ورح تصير فيها حركات معوية وperistalsis وهضم وحركات وكذا. فإذا كان هذا الصمام مفتوح رح ترجع هاي الأكل والأشياء الموجودة في المعدة على وين؟ على الإسافيجس، رح تعمل لي ارتداد مريئي، فهذا الإشي رح يعمل لي بالأخير مرض. عشان هيك هذا الصمام دائما لازم يكون شو؟ مسكر. تمام؟ بسميه الكاردييك سفنكتر. هيك بنكون خلصنا ثاني جزء من أجزاء الجهاز الهضمي اللي هو المريء. نيجي هلا على ثالث جزء اللي هو شو؟ اللي هو الاستمك. تمام شوف احنا الاستمك بعدين نحكي هذا كله عن الاستمك. اوكي احنا لهون عن الاستمك، بعدين رح نبدا بكمان هون الاستمك. ممتاز
بعدين هذا البنكرياس بنبلش بالبنكرياس. اوكي طيب هلا بدنا نحكي عن شو؟ عن الستمك. الستمك هو عباره عن ماسكولر اكسباندبل جي شيبد اورجان، يعني هي عباره عن عضو زي حرف الجي، شايفين كيف حرف الجي هيك، اكسباندبل يعني قابله للتمدد، طبعا ما هي بتعبي اكل فبالتالي هي لازم تكون قابله للتمدد، صح ولا لا؟ وماسكولر طبق يعني عضو فيه عضلات اللي هو بتعمل لي كونتراكشن وريلاكسيشن. هايلي فاريبل شيب ديبندنج اون كونتنتس، يعني شكلها بيعتمد هل فيها اكل ولا ما فيها اكل. اذا كانت امبتي، اذا كانت فاضيه من الاكل، ماسكولر تيوب وذ كونستريكتد لومن، يعني بتكون هاي الاسوفاجس هيك فاتح، اوكي هاي الاسوفاجس هيك فاتح، بعدين في عندي اللي هو شو هاي الستمك، يعني بتكون شو مالها، بتكون مسكره واللومن تبعها بيكون شو، بيكون نارو، بيكون ضيق. ليه؟ لانه ما فيها اكل. بس لما بتكون فل لا، كان اكسباند تو كونتين 1 to 1.5 liter of material. اوكي يعني لا، وقت ما بتعبي اكل ممكن تفتح وتعبي وتوسع من الكايم او من الماتيريال العصارة الهضمية من لتر للتر ونص، تمام؟ اذا شكلها بيعتمد على فيها اكل ولا ما فيها اكل. هلا ال viscous and highly acidic mixture formed from combination of food saliva and gastric secretion. شو بتكون محتوياتها؟ شو بتكون المعدة على شو بتحتوي؟ بتحتوي على mixture اللي هو خليط. هذا الخليط أنا بسميه كايم اللي هو العصارة الهضمية. هاي العصارة الهضمية تتكون من الطعام، من الأكل نفسه، من السلايفا اللعاب اللي انخلط بالأورال كافيتي ونزل مع الأكل على المعدة، أوكي؟ إذا فود سلايفا والجاستريك سيكريشنز، ما هي المعدة إلها إفرازاتها، هاي الإفرازات رح تنخلط مع هذا الأكل واللعاب اللي موجود فيها، تعمل لي ميكستشر فيسكس اللي هو لزج، أوكي؟ وكتير أسيدك لأنه الجاستريك سيكريشن حمضية، فبالتالي رح تعمل لي إشي اسمه الكايم، العصارة الهضمية. إذا الكايم أو الميكستشر الموجود في المعدة هو عبارة عن هايلي أسيدك حمضي، وفيسكس بيكون لزج، هو عبارة عن فود أكل مع سلايفا مع الغاستريك سيكريشن، تمام؟ طيب نحكي هلأ عن تقسيمة المعدة. المعدة تقسم إلى فندس، كارديا، بودي، أنترم، أند بايلوريس. شوفوا كيف يا جماعة، هلأ هاي حكينا هون الكارديا اللي هي فتحة الإسافيجس على الستومك، هاي الإسافيجس من هون نازل، أوكي، فاتح على مين؟ على الستومك. هلأ شوفوا الجزء اللي بيكون فوق فتحة، يعني هاي الكارديا، فأنتوا اعملوا خط من فتحة الإسافيجس على الستومك، اعملوا خط هيك. هذا الجزء اللي بيكون فوق هاي الفتحة بسميه أنا الفندس، زي القبة أو القمة، أوكي؟ هذا الجزء أنا هيك شو بسميه؟ الفندس، اللي هو فوق فتحة شو؟ الإسافيجس على الستومك. بعدين في عندي البودي، هذا البودي من هون لهون، هذا اللي هو أكبر جزء اللي هو أنا شو بسميه البودي، جسم المعدة، اللي هو largest region between the fundus and the pylorus، تمام؟ وفي عندي هون إشي اسمه بسميه الكارديا، حكيت لكم شو هي الكارديا، اللي هي عبارة عن الجنكشن between the lower esophagus and the stomach. إذن الصمام اللي هو lower esophagus والستمك، هاي المنطقة شو بسميها أنا؟ بسميها الكارديا، تمام؟ secretes mucus to protect esophagus from the stomach acidic enzyme. هلا هاي المنطقة اللي هي بتربط لي الاسافيجس بالستمك بتفرز لي مخاط، هذا المخاط ببطن الجزء السفلي من الاسافيجس عشان يحمي لي اياه من الحمضية تبعت العصارة الهضمية اللي موجودة في المعدة. في حال الصمام هذا السفلي ارتخى مثلا وطلع او مثلا صار في عندي vomiting اللي هو التقيء، طلعت هاي العصارة الهضمية اللي موجودة في المعدة على وين؟ على المريء، اوكي؟ فهذا المخاط اللي موجود في منطقة الكارديا رح يحمي لي اللايننج تبع الاسافيجس من الحمضية تبعت الكايم. ليه؟ لانه الخلايا اللي بتبطن الاسافيجس غير عن الخلايا اللي بتبطن المعدة، الخلايا اللي بتبطن المعدة بتقدر تحمي حالها ضد هاي الحمضية وبتستحمل وبتقاوم الحمضية، بينما الخلايا تكون موجودة في الإسافيجس لا، ما إلها آلية حماية ضد هاي الحمضية. عشان هيك الكارديا هاي بتفرز لي مخاط بتحميلي الإسافيجس من الأسيديتي تبعت الكايم اللي موجود في الستمك، تمام؟ إذا هاي هي منطقة الكارديا اللي هي عبارة عن الجنكشن. البودي حكينا عنه هو largest region between the fundus والpylorus. طيب ضل عندي جزئين اللي هو جزء اسمه الانترام وجزء اسمه البايلورس، تمام؟ هلا الانترام اللي هو last part of the stomach before the pylorus، يعني شايفين هون هذا، هون خلصنا البدي، هذا الجزء اوكي اللي انا بسميه شو، اللي انا بسميه الانترام. هلا اخر جزء في المعده اللي بيربط لي اياها مع اول جزء من الامعاء الدقيقه اللي هو الدودينام انا بسميه، هذا الجزء هو اسمه البايلورس، اوكي؟ اللي هو بيكون هيك كيرف
هيك كتير كبير اوكي تبع الجي شيب. مش احنا حكينا انه هي جي شيب، فهذا الكيرف اللي هيك هاي انا بسميها البايلورس. فاخر جزء بين البودي والبايلورس انا شو بسميه الانتروم هون، تمام؟ اذا الانتروم last part of the stomach before the pylorus، والبايلورس هو عبارة عن sharp curve of the G sharp curve of G of the stomach. هيها هون بتكون frequently changes shape with mixing movement. يعني هون هذا الجزء اللي هو الانتروم والبايلورس كتير بتغير شكله، لأنه بيكون في عندي حركة في المعدة وميكسينج موفمنت بتخلط الطعام. حكينا إنه الميكسينج موفمنت بتصير في مكانين، بتصير في الأورال كافيتي وبتصير وين كمان في الستومك، تمام؟ اوكي هيك خلصنا الاناتومي of the stomach اللي هو fundus cardia body antrum pylorus. اوكي هلا بدنا نحكي عن الستومك wall and function، بدنا نحكي عن جدار هاي الستومك اللي هو من شو بتكون، طبقاتها زي ما درسنا الهيستولوجي تبعت الجي اي تراكت بشكل عام، هلا بدنا ندرس الهيستولوجي تبعت الستومك بشكل خاص. اوكي بدنا نحكي عن الفانكشنز of the stomach، تمام؟ هلا layers of the stomach wall. هلا يعني هذا عندي جدار المعدة، شو هي الطبقات اللي موجودة في جدار المعدة؟ أول طبقة اللي هي innermost layer اللي هي اللي بتبطن لي الوعاء تبع التجويف عفوا تبع المعدة، الميوكوزا الطبقة المخاطية اللي بتكون نوع الخلايا الإبثيليوم اللي فيها شو simple columnar epithelium. simple شو يعني لو أشوف واضحة بهاي الصورة، هاي من هون احنا بنبدأ، هاي الميوكوزا اوكي المفروض انه هاي الميوكوزا، وهاي السيمبل كولامينر ابثيليوم يعني هاي اللي هي خلايا مالها كولامينر بتكون، تمام؟ produce layer of alkaline mucus. يعني هاي الميوكوزا مش احنا انه قلنا بتفرز ميوكس، هذا الميوكوس اللي بتفرز لي شو ماله alkaline بيكون قاعدي. ليه؟ عشان protect the epithelial cell against the acidic and enzymes in the gastric lumen. مش انا حكيت لكم انه المعدة مهيئة انها تحمي حالها وتحمي الخلايا المبطنة لإلها من الحمضية تبعت العصارة الهضمية، عشان هيك الخلايا المبطنة لإلها اللي هي columnar epithelium تفرز لي مخاط قاعدي بعادل لي حمضية العصارة الهضمية اللي موجودة فيها عشان تحمي الخلايا من إنها يصير لها ذوبان من هذا الحمض، عرفتوا كيف؟ بس هاي الجاستريك ابثيليال سيل يعني هاي السيمبل كولامينر ابثيليوم بس بضلوا عايش من 3-7 أيام بعدين شو ماله؟ بتجدد، تمام؟ إذا اللايف سبان of the gastric epithelial cell is only 3-7 days، اتفقنا؟ هلا تاني طبقة هاي A المفروض إنه يا جماعة الترقيم بهاي المحاضرة مشكلة. اللايرز لو بدنا نحكيهن 1-2-3 هاي 1 الميكوزا، 2 سب ميكوزا، 3 ماسكولار لاير، 4 سيروز. كيف بكون هاي الترقيم؟ لأنه AA مكتوب. أوكي هاي بدنا نحكي هون هاي A P C يعني هاي نقاط تابعة على الميكوزا، عرفتوا كيف؟ سب ميكوزا نعرفها أصلا اللي هي تحت الميكوزا، الماسكولار لاير حكينا المكان الوحيد اللي في عندي طبقة عضلية زيادة أوبليك اللي هي الاستمك، صح ولا لا؟ إذا هذا في عندي أوبليك، بعدين في عندي سيركلر، بعدين في عندي لونجيتودينال لاير، وفي عندي اللي هو السيروزا. لما نشوف هاي الصورة، هاي طبقة الميكوزا لهون هيك، أوكي هاي السب ميكوزا هيك، لا يا جماعة استنوا دقيقة، هاي هيك سب ميكوزا، أوكي هاي الماسكولار لاير اوكي اللي هو هون اول وحده اوبليك هون هاي اوبليك، بعدين سيركلر، بعدين لونجيتودينال، والاوتر موست لاير اللي هي السيروز هي اللي هي الرابعه، تمام؟ طيب هلا بدنا نحكي عن شو، عن الفانكشنز اوف ذا ستمك، نحكي عن وظائف الستمك. طيب temporary storage of ingested food يعني المعدة بتخزن لي الطعام المهضوم لفترة مؤقتة. most of this occurs in the body of the stomach يعني معظم هذا الأكل وين بتخزن؟ أوكي لما بتكون المعدة معبية وين بتكون الأكل معظمه؟ في البودي، لأنه حكينا هو largest part of the stomach. mechanical digestion of ingested food حكينا إنه إحنا الميكسينج، حركة الميكسينج هاي بتكسر لي الأشياء الكبيرة لأشياء أصغر، فبالتالي بتعمل لي mechanical digestion لهذا ingested food للأكل اللي أنا أكلته. the mixing movement of the stomach produce chyme حركة الخلط هاي تبعت الأكل اللي هي بتصغر لي الأكل بتعمل لي منه شو بالأخير عصارة هضمية بتخليه زي اللي هو اللي هو شبه سائل، أوكي اللي هو أنا بشو بسميه chyme. most of this mixing occurs in the antrum هلا معظم حركات الميكسينج هاي وين بتصير؟ بتصير في الانتروم اللي هو الجزء اللي قبل الاخير اللي قبل البايلورس، اوكي
ليش؟ لأنه الأكل مثلا بيكون هون في البدي، أوكي؟ حركات المكسنج بتصير هون. هذا السفنكتر اللي هو ما بين المعدة ومبين الدودنم مسكر، تمام؟ فبالتالي هون مسكر، اعتبروا هذا حيط، حيط مسكر. فبالتالي الأكل هون قاعد عم بتحرك، بقوم بخبط هون، برد برجع، برد برد بخبط هون، لأنه في عندي contractions، في عندي mixing movement، في عندي انقباضات في هاي المعدة، أوكي؟ فبالتالي الأكل بتحرك هون، بخبط برد برجع، برد برد بتحرك هيك، بخبط بهذا الصمام، برد برجع، عرفتوا كيف؟ فهاي الحركة اللي هي بالأنترم، بين الأنترم والبايلوريس بتعمل الميكسينج، كيف إحنا بتخلطوا هيك، بتمسكوا شغلة بتخلطوها ببعض، عرفتوا كيف؟ هاي بتكون حركة الميكسينج هون. هلأ most of the mixing occur in the antrum، اتفقنا؟ هلأ the chemical digestion of food through the action of acid enzymes، مش إحنا كان إنه في عنا انزيمز اللي هي حمضية بتطلع أحماض وانزيمز بالسكريشن تبعت الستومك، هاي بتعمل شو؟ كيميكال دايجستشن، بتغير لي بالكيميكال تبعت الفود، زي الحمض اللي بتم افرازه هو ال HCL to begin protein digestion. عشان احنا كيف بدنا نهضم البروتينات؟ احنا بلشنا هضم الستارتش والبوليساكرايد في الاورال كافيتي، طب ما بلشنا هضم البروتينز، وين ببدأ هضم البروتينز؟ ببدأ هضم البروتينز في الستومك، تمام؟ في المعدة لما بتم إفراز ال HCL اللي هو الحمض. وكمان المعدة بتفرز لي إشي اسمه intrinsic factor، هلا رح ندرس عنه كمان شوي، بساعد لي في امتصاص ال B12، تمام؟ طيب هلا نحكي عن أنواع الخلايا اللي موجودة في ال في الستومك، أوكي؟ الجاستريك هون مش عفوا هون مش الخلايا، هون نحكي عن الغدد اللي موجودة اللي هي الجاستريك جلاند. هلا في عندي glands في الفندس والبادي، وفي عندي glands في البايلورس، في عندي غدد بالمعدة في جزء الفندس والبادي، وفي عندي glands وين موجودة في البايلورس. هلا الglands اللي موجودة في الفندس والبادي secrete most of acid and enzymes enabling gastric digestion dominated by parietal and chief cell. إذن أنواع الخلايا اللي بتكون موجودة في الفندس والبادي شو هي؟ الparietal cell والchief cell. تفرز لي 1.5 لتر من الجاستريك جوس each day، أوكي؟ تفرز لي 1.5 تقريبا لتر من العصارة الهضمية كل يوم. هي موجودة في الفندس والبادي، نوعين من الخلايا chief cell parietal cell. مين بفرزوا؟ بفرزوا acid وenzymes، أوكي؟ عشان أنا أبلش عملية digestion. تفرز تقريبا 1.5 لتر باليوم من العصارة الهضمية، بينما الموجودة في البايلوريس اللي هي آخر جزء من الستومك، هاي بتفرز لي شو؟ ميوكس، بتفرز لي إيش؟ بتفرز لي المخاط والهرمونز that coordinate and control the digestive activity، أوكي؟ هاي بتكون shallow depression opening into the gastric surface، هي أنا بسميها gastric pits، each pit communicate with several gastric gland. يعني يا جماعة في عندي بالمعدة هون في الفندس والبدي، ها خليني امسح هاي في الفندس هون والبودي، هون في عندي نوعين من انواع الخلايا البارايتال سيل والتشيف سيل، مسؤولين عن انتاج الاسيد والانزيمز، تمام؟ الاسيد والانزيمز هذول هم المسؤولين عن الدايجستشن. وهون في البايلوريس في عندي شو؟ في عندي اللي هو الجلاندز اللي هي بتكون موجود فيها، بتفرز لي الهرمونز وبتفرز لي ميوكس، تمام؟ بتفرز لي هرمونز وميوكس، اوكي؟ ف في هاي البايلوريس في عندي هيك زي شيء اسمه بيت اللي هو زي شالو ديبريشن، يعني الوول تبعه بكون هيك هيك شوي بعدين هيك، اوكي؟ هذا الوول تبع شو؟ تبع البايلوريس بكون فيها سمول ديبريشنز. هاي ديبريشنز اشو بسميها؟ بسميها الجاستريك بيت، اوكي؟ شايفين كيف هيك بتكون هيك زي النزله؟ هاي النزله على طولها بكون في عندي انواع خلايا شو؟ انواع خلايا مختلفه هلا رح نحكي عنها. شايفين هاي الجاستريك بيت اللي هو هاي اللومن هون، اوكي؟ فهو بيكون هيك زي النزله، اوكي؟ زي سمول ديبريشنز. هلا الجاستريك جلاند سيلز اللي هن تنتين، الجلاند الموجوده في الفندس والبادي والجلاند الموجوده في البايلوريس، اوكي؟ 2 liters of gastric juice are secreted per day. مع بعض بفرزوا لي تقريبا لترين من العصاره الهضميه في اليوم الواحد. هاي السكريشنز بتكون ايزوتونيك. شو يعني ايزوتونيك؟ يعني بتكون الاوزمولاريتي تبعيتها نفس الاوزمولاريتي تبعت الاكسترا سيلولار فلويد، تقريبا 300 ملي اوزمول، اوكي؟ زي ما درسنا بالفيرست في ماده الفيرست. والبي اتش تبعت هاي العصاره الهضميه بتكون من 2 ل 3 في الستومك لومن، تمام؟ اذا حكينا في عندنا نوعين من انواع الجلاندز، اول نوع بتكون الخلايا اللي في الباريتال والتشيف سيل، ثاني نوع بتكون الخلايا اللي بتفرز الميوكس والهرمونز، اوكي؟ هلا بنحكي عن اسمائهم. وبتكون هاي الخلايا كلها موجوده في سمول ديبريشنز بسميها الجاستريك بيتس، اوكي؟ هذول بفرزوا لي تقريبا، هذول الجلاندز بتفرز تقريبا
لترين من الجاستريك جوس في اليوم الواحد، وبتكون أسدك من 2 إلى 3 البي اتش تبعيتها وايزوتونيك. هلا بدنا نبلش نحكي عن نوع نوع من انواع الخلايا اللي موجوده في هاي الجاستريك بيت، اللي هو البارايتال سيل، الجي سيل، التشيف سيل، الميوكس نيك سيل، والدي سيل، والانتيروكرومافين لايك سيل. تمام، هاي انواع الخلايا الموجوده وين الموجوده في هاي البيت الجاستريك بيت. هلا اول نوع انواع الخلايا اللي هي البارايتال سيل. تمام، البارايتال سيل هاي اللي بسميها انا الاوكسينيتك سيلز. اوكي، هلا هاي البارايتال سيل شو بتفرز لي؟ بتفرز لي اللي هو الانترنسك فاكتور. اوكي، بتفرز الانترنسك فاكتور اللي هو عباره عن جلايكوبروتين، يعني هو عباره عن بروتين وشجر بيساعد لي في امتصاص الفيتامين بي 12. اوكي، فيتامين هذا من فاصل بينهم، فيتامين بي 12 مين بيساعد في امتصاصه في الاستومك؟ انترنسك فاكتور، شيء اسمه انترنسك فاكتور. مين بفرز لي؟ البارايتال سيل. وموجود البارايتال سيل في الجاستريك بيتس، وهي عباره عن سمول ديبريشن موجوده في الاستومك. اتفقنا؟ اتفقنا. هاي هون خلوها A و B تابعة للبارايتال سيل، بتفرز لي واحد انترنسك فاكتور، اثنين شو؟ هيدروكلوريك أسد. مين بينتج لي الأسد اللي موجود في المعدة؟ البارايتال سيل. مهم جدا تميزوا كل واحد مين بفرز. اوكي، اذا الهيدروكلوريك أسد مين بينتج لي؟ البارايتال سيلز. اوكي، هلا الهيدروكلوريك أسد اصلا شو بيعمل؟ بيفعل لي اشي اسمه البيبسينوجين. اوكي، البيبسينوجين رح ندرسه كمان شوي شو هو البيبسينوجين، مسؤول عن الدايجستشن اوف البروتينز. اوكي، اذا مين بيفعل لي البيبسينوجين بحول لي للاكتيف فورم منه اللي هو البيبسين اللي هو الاتش سي ال. تمام، اوكي طار الالم. تمام، keeps the stomach pH من 1.5 ل2، من اسمه أسد، إذن هو اللي رح يقلل لي الـ pH ويخلي لي إياها أسدك من 1.5 ل2. تمام، kill the microorganism، الأسد شو مالها؟ بتقتل الميكروorganisms اللي ممكن تدخل مع الطعام. break down connected tissue in the food، في عندي مثلا الفروتس وهي الشغلات بكون حواليها connected tissue، مين بيهضم لي وبكسر لي وبدوبه؟ اللي هو الأسد. و denatures protein، بكسر لي كمان وبيحطم البروتينات عشان تصير لا absorbable form، يعني أني أنا أحولها للشكل للجسم أو للمعدة تقدر تمتصها فيه. اوكي، اذا اول نوع انواع الخلايا البارايتال سيل بتفرز لي شغلتين، انترنسك فاكتور بساعد لي على امتصاص البي 12، الاتش سي ال اللي هو الهيدروكلوريك اسيد بفعل لي البيبسينوجين للاكتيف فورم له اللي هو البيبسين، بخلي لي الاستومك اسيدك، بيقتل لي المايكرو اورجانيزم، بكسر لي البروتينز، وبكسر لي الكونكتيف تيشو اللي موجود على الفود. ثاني نوع انواع الخلايا اللي هو شو؟ اللي هو الجي سيل. اوكي، من اسمها جي بتفرز لي اشي اسمه جاسترين، هرمون اسمه جاسترين. طب شو هذا الجاسترين؟ الجاسترين هو بحفز لي السكريشنز والحركه تبعت الاستومك، يعني الجاسترين بيروح على البارايتال سيل بقول لها يا بارايتال سيل يلا افرزي لي الانترنسك فاكتور وافرزي لي الهيدروكلوريك اسيد. اذا الجاسترين هو عباره عن هرمون بحفز لي الافرازات تبعت المعده وبحفز لي حركه المعده من بيريستالسيس، من ميكسينج، من سيجمنتال، بحفز لي حركات المعده. اوكي، وبحفز لي كيشنز تبعتها. اذا الجاسترين من الهرمونز المحفزه في المعده. مين بيفرز لي؟ الجي سيل اللي هو الانتيرو اندوكراين سيل. اوكي، برودوس فاريتي اوف هرمونز اللي هو الجاسترين. ثالث نوع انواع الخلايا اللي هو التشيف سيل، من اسم الاسم الثاني اللي لها تشيف اللي هو بيبتيك سيل. ليش انا بسميها بيبتيك سيل؟ لانها بتفرز لي البيبسينوجين. اوكي، هلا كمان هون اشطبوا هاي الواحد والاثنين، خلوها A و B تابعة لثلاثة. التشيف سيل بتفرز لي بيبسينوجين، وبتفرز لي في النيوبورنز بتفرز لي الرنين والجاستريك لايبيز. اوكي، هلا البيبسينوجين اشي اللي هو بروتين، يعني هو عبارة عن اشي بيكسر البروتينات. اوكي، بس البيبسينوجين هو الان اكتف فورم منه، الاكتف فورم هو البيبسين. طب كيف بتحول البيبسينوجين اللي بتنتج ليها التشيف سيل لبيبسين الاكتف فورم؟ بتحفيز من ال HCL. مش انا حكيت لكم انه ال HCL اللي بتفرز لي البارايتال سيل بحفز لي البيبسينوجين بحول لي البيبسين عشان البيبسين هذا يكسر لي البروتينات ويخلي لي اياها في شكل انا قادر اني انا امتصه. اذا البيبسينوجين من بنتجه التشيف سيل بالان اكتف فورم منه بتحول لبيبسين عن طريق ال HCL. اتفقنا؟ بالنيوبورنز كمان التشيف سيل تنتج لي اللي هو الرينين والجاستريك لايبيز. اوكي، ليه؟ عشان تهضم لي الملك اللي هو الحليب اللي بيرضعه النيوبورنز اللي هو الرضع. تمام، رابع نوع من انواع الخلايا اللي موجود عندي في الستمك اللي هو الميوكس نيك سيلز and surface epithelial cells
secrete mucus. يعني يا جماعة هاي الخلايا اللي احنا نحكي عنها كلها موجودة في الgastric pit. الgastric pit هو depression اللي موجود في الwall تبع الستمك. اوكي هلا النك سيلز هي هون بتكون موجودة، اللي هي زي موجودة على العنق تبع هذا mucus epithelial cell، تفرز لي مخاط. هذا المخاط عشان يحمي لي الخلايا المبطنة للمعدة اوكي من الحمض تمام. وهون نيجي على البارايتال سيل، شايفين هاد اللي بالاورنج هاي البارايتال سيل اللي بتفرز لي الانترنسيك فاكتور والاتش سي ال. هون الجي سيل، الجي سيل هاي بتفرز لي الجاسترن. الشيف سيل هون، الشيف سيل موجوده هون بالاخر، شو بتفرز؟ بتفرز لي البيبسينوجين. اذا هو عباره عن ديبريشنز موجوده في الوول تبع الاستمك، في كل مكان منه على كل مستوى موجود نوع من انواع الخلايا بيفرز لي شيء معين. سيرفيس ابيثيريال سيل والنك سيل بيفرزوا لي ميوكس عشان يحموا لي الخلايا من الاسيديتي. اوكي اذا ميوكس next cell and surface epithelial cell protect the gastric epithelium، بيحموا ال gastric epithelium adheres to gastric surface و prevents ال H plus and pepsin eroding the mucosa، بيحموا لي الميوكوزا اللي هو الطبقة المبطنة للمعدة من انها تدوب بالبيبسين اللي هو بيدمر البروتينات وال H plus اللي هو عبارة عن حمض تمام. هاي الميوكوزا ال next cell و surface epithelial cell. خامس نوع من انواع الخلايا الموجود عندي في هاي البيت اللي هو D cell. الدي سيل تفرز لي إشي اسمه سوماتوستاتين. سوماتوستاتين هو عبارة عن إشي بيعمل لي إنهيبشن. إنهيبشن للبارايتال سيل إنها تفرز لي إتش سي إل، إنهيبشن للجي سيل إنها تفرز لي جاسترون، إنهيبشن لكل إشي. فهو بثبط لي حركة المعدة وبثبط لي كمان السكريشنز تبعت المعدة. أوكي؟ إذا إنهيبت استومك سكريشنز. اتفقنا؟ أوكي. شوفوا هون. أوكي. ليش صرنا عم سجل؟ تمام. سادس نوع أنواع الخلايا اللي موجودة في هاي depressions اللي موجودة في الستومك وول بسميها الانتيروكروموفين لايك سيل. هاي بتفرز لي الهستامين. الهستامين كمان بيزيد لي ال HCL. يا جماعة هي زي حلقة، الهستامين بيحفز لي إنتاج ال HCL، الجاسترون بيحفز لي إنتاج ال HCL بيحفز لي إنتاج الهستامين، وال HCL كمان البارايتال بتحفز لي إنتاج الجاسترون. إذا هي عبارة عن سلسلة كله بيحفز كله، هاد بيحفز هاد وهاد بيحفز هاد وهاد بيحفز هاد. الوحيد اللي بيثبطها مين؟ السوماتوستاتين اللي بتفرز لي إياه الدي سيل تمام؟ أوكي. هنا نحكي كمان معلومة عن البيبسين. بيبسينوجين is secreted as inactive enzyme. إذن هو inactive enzyme. مين بفعلية ال HCL اللي بيجي من البارايتال سيل؟ بيبسين activates more بيبسينوجين. أوكي البيبسين لما بتفعل، يعني لما بتم إفراز البيبسينوجين وبتيجي ال HCL بتفعلية الاكتف بيبسين، هاد بروح كمان هو مع ال HCL وبحفز لي البيبسينوجين الباقي، يعني بيعمل لي autocatalytic process، يعني بحفز نفسه بنفسه تمام. بيبسين works in acidic media. وكيف بيشتغل بيبسين؟ بيشتغل ببيئة حامضية، وأصلا متوفرة هاي البيئة الحامضية من الحمض الموجود عندي صح ولا لا؟ عشان حكينا انه في عنا HCL بتم إفرازه من البارايتال سيل، فهو أصلا عامل البيئة الحامضية اللي بيشتغل فيها البيبسين. بيبسين initiates protein digestion، هو ببلش بهضم البروتينات. إذا وين ببلش هضم البروتينات؟ في المعدة. وهي معلومة parietal cell secrete HCL and intrinsic factor، هاي المعلومة حكيناها تمام؟ أوكي هيك حكينا عن أنواع الخلايا اللي موجودة في الستمك، حكينا parietal, chief, gastrin, mucus cell و surface epithelial cell, D cell و enterochromaffin like cell. هاي الخلايا اللي بتكون موجودة في كل gastric pit اللي هو depression موجود في الستمك تمام؟ نيجي نحكي تبارك عفوا يا جماعة أنا متعودة أنا بدرس بحكي تبارك فعذروني. أوكي نيجي نحكي اللي هو parietal cell secrete HCL and intrinsic factor تمام. أوكي وين صرنا إحنا هون؟ كيف parietal cell هاي، كيف parietal cell هاي بتصنع لي ال HCL؟ كيف بتصنعه؟ هلا شوفوا HCL production. هلا parietal cell do not create HCL in their cytoplasm. لو parietal cell صنعت HCL
جوا داخلها رح تعمل لي destruction، رح تدمر الخلية. فبالتالي هي بتودي ال H لحال، ال H plus لحال، وال Cl minus لحال على اللومن. يلا انتوا اجتمعوا بالستمك لومن وخلص، اجتمعوا هناك وكونوا الأسيد هناك. أما لو كونت بال H plus مع الخلية نفسها رح تدمر الخلية، أوكي؟ فبالتالي H plus and Cl minus are transported and secreted separately، يعني كل واحد لحال بتم إفراجه في اللومن، وفي اللومن بيجتمعوا وبيكونوا لي الأسيد. هلا H plus is generated as، هلا شوفوا يا جماعة هاي البارايتال سيل، البارايتال سيل أوكي، هاي البارايتال سيل، هاي اللومن تبع الستومك، يعني هاي التجويف المعوي من هون، وهاي الانترستيشل سبيس أوكي، وهون في عندي مثلا بلود فيسل أوكي، هاي الفراغ اللي هو ما بين البلود فيسل وما بين ال إيش البارايتال سيل، هاي الانترستيشل سبيس. هلا البارايتال سيل فيها CO2 أوكي، اللي هو ال CO2 و H2O، بروحوا هدلان CO2 وال H2O بتفاعلوا عن طريق الكربونيك أنهيدريز، بكونوا لي إشي اسمه H2CO3. بيجي هذا HCO3 dissociation، بتفكك ل HCO3- و H+، تمام؟ هلأ تقوم هاي البارايتال سيل تعمل لي نقل لل H+ عن طريق active transport، أوكي؟ يعني عن طريق كارير، بتنقل لي يا لوين؟ للومن تبع الستومك، نقلت لي مين؟ ال H plus، أوكي؟ طيب ضل عندي شو؟ ضل عندي ال Cl minus، كيف بدي أنقل ال Cl minus؟ أصلاً أنا كيف بدخله على الخلية ال Cl minus؟ بتروح بتمسك ال HCO3 minus اللي هي ما استخدمته وبتطلع على برا، بتطلع على برا شو؟ ب counter transport. شو يعني counter transport؟ يعني بتتفق مع interstitial space، بتقول له اسمع أنا بعطيك HCO3 minus وأنت دخل لي Cl minus، اتفقنا؟ اتفقنا. إذا هو بتطلع من جوا، من جوا الخلية لبرا HCO3 minus، ومين بتدخل بداله؟ Cl minus، تمام؟ طلع هذا بسميه أنا counter transport، اللي هو زي العكسي، يعني أنا بعطيك إشي وأنت أعطيني إشي، بتطلع HCO3- وبتدخل Cl-. هلا دخل Cl-، صار تركيز Cl- جوا الخلية أكتر من تركيز Cl- inside the lumen، فبالتالي عن طريق الإلكتريكال gradient، يعني عن طريق ال concentration gradient والإلكتريكال gradient بينتقل Cl- من جوا الخلية لللومن. صار في عندي جوا اللومن شو؟ H plus Cl minus، بروحوا بيجتمعوا باللومن، خلص انتوا اصطفلوا باللومن لحالكم، انا ما دخلني فيكم، لانه اذا صنعتهن جواتها رح يدمروها، اوكي؟ فهي بتودي ال H plus لحال وال Cl minus لحال، وانتوا اجتمعوا في اللومن وكونوا لي الحمض، تمام؟ اوكي، اذا H plus is generated as a carbonic anhydrase، الكربونيك anhydrase بيحول لي CO2 وال H2O لشو؟ H2OCO3. تمام، اللي هو عباره عن كربونيك اسيد، بقوم هذا الكربونيك اسيد بيعمل لي ديسوسيشن ل HCO3- وال H+، تمام؟ هاي المعادله اللي صارت جوا الخليه. هلا كيف انا طيب بدي اصنع ال HCl production؟ هلا البايكربونات هذا اللي هو ال HCO3، ال HCO3- او ال HCO3- ejected into the interstitial fluid، طلعنا خلص استغنينا عن ال HCO3- طلعنا لوين؟ ال interstitial fluid in exchange for chloride ion، اوكي؟ بدلت ما بينه وما بين الكلورايد ايون. هلا from the interstitial fluid bicarbonate enters the blood stream، يعني البايكربونات اكيد ما رح يضل ما بين الخلايا، رح ينتقل على البلود ستريم، من الانترستيشل للبلود ستريم. هلا if gastric gland very active amount of carbonate released is enough to increase the pH of blood. يا جماعه ال HCO3- قاعدي، بالتالي البارايتال سيل لما بتطلعوا على البلود رح تخلي البلود قاعدي، عشان هيك بعد الاكل بصير الدم نوعا ما عندي قاعدي. ليه؟ لانه المعده قاعده عم تفرز HCl، فبالتالي عم تاخد من ال interstitial space Cl- بتطلع لها شو؟ ال HCO3-، عم بيدخل على البلد ستريم، عم بزيد لي قاعدية الدم، عرفتوا؟ فإذا كانت المعدة active رح تخلي لي الدم كافي، أنها تخلي لي الدم alkaline tight، يعني بتخلي لي إياه شوي نوعا ما قاعدي، تمام؟ كلورايد أيون diffuse across cell and exit into the lumen of the gastric gland، رح يدخل على اللومن of the gastric gland. هيدروجين ايون ار اوسو اكتيف ترانسبورتد، لانه مش مع الكونسنتريشن جريدينت، اوكي؟ فبالتالي اكتيفلي يعني بيحتاج انرجي انتو ذا جاستريك جلاند لومن، بنقله لهناك، اتفقنا؟ طيب
هاي جماعة ترخيص لميوكس سيل، رح حطين الكلاين ميوكس ميوكس عشان تعمل لي بروتكشن للميوكوزا. اوكي، والتشيف سيل رح حطين البيبسونوجين اللي رح يتفعل ويعمل لي بروتين دايجستشن، والبارايتال سيل تعطيني اتش سي ال والانترنسك فاكتور اللي بتساعدني في امتصاص البي 12 والاتش سي ال حكينا شو بيعمل. فهذا زي ترخيص للجاستريك جلاند سيل. تمام، طيب، وحكينا كيف بنصنع ال HCL في البارايتال سيل، حكينا عن طريقة تصنيع ال HCL فيها. طيب، الجاستريك فيلنج اللي هو تعباية المعدة، stomach accommodate a 20-fold increase in volume، يعني بتقدر المعدة تزيد حجمها 20 ضعف لما بتكون مثلا فاضية، بتقدر تعبي 20 وتزيد حجمها ل 20 ضعف. اوكي، with little changes in the tension and in its wall. هذا ال 20 ضعف ما بغير لك كثير في التنشن تبع الوال، لا، لانه الوال تبعه فهو متاقلم انه يتمدد يعمل لي expansion، فبالتالي ما بزيد كثير التنشن تبع الوال. The reflex relaxation of the stomach بسميها أنا receptive relaxation. Relaxation يعني ارتخاء المعدة، هو receptive بعد ما تستقبل الأكل تعمل لي شو ارتخاء في المعدة، بتفعل عن طريق الفيجاس نيرف. فيجاس نيرف هو العصب العاشر من الكرانيال نيرفز اللي هو مسؤول عن الباراسيمباثيك ستيميوليشن، والباراسيمباثيك ستيميوليشن دي عملية دايجستشن، فبالتالي هذا الريسبتيف ريلاكسيشن تمدد تبع المعدة عشان تبلش بالدايجستشن بكون مسؤول عن الفيجاس نيرف. تمام، اوكي. هلا الجاستريك ستورج اند ميكسينج اللي هو تخزين الاكل في المعدة والميكسينج. فود از ستورج ان ستومك بودي، حكينا وين بتخزن الاكل في الستومك بودي. هلا في عندي اللي هو البيزك الكتريكال ريذم occurs continuously and initiate contraction اللي هي البيريستالتيك موفمنت. حكينا انه في عندنا السلو ويفز اللي هو البيزك الكتريكال ريذم اللي هو المعدل الطبيعي، في عندي بالمعدل الطبيعي بيكون في عندي كهرباء، اوكي، اللي هو continuously and initiate ايش الكونتراكشن. بيريستالتيك موفمنت spreads over fundus and the body to the antrum، تتمدد البيريستالسيس هاي الحركة الموجية من الفندس والبدي لوين؟ للأنترم، لهون. بيريستالتك ويف كونتراكشنز in the antrum and the storage of mixed food، إذن هون هاي البيريستالتك ويفز وين بتصير في الأنترم عشان تعمل لي ميكسينج للفود. أنا حكيت لكم هذا الصمام بيكون مسكر، فبالتالي بتصير تخبط الأكل في الصمام، فبالتالي بيعمل لي ميكسينج للفود. بيريستالتك ويفز are weak in the fundus and the body of the stomach. إذا البيريستالتك ويف بتكون ضعيفة في الفندس في البدي، بس وين بتكون قوية؟ في الأنترم. بتكون قوية وين؟ في الأنترم. نفس الشيء نفس ما حكينا عن الجاستريك ميكسينج، أوكي. Each time strong antral contraction occur، كل ما هون بصير في عندي strong contraction لأنه هون البيريستالتس بتكون أقوى من الفندس والبدي، أوكي. It push the food forward toward the pyloric sphincter، تدفع لي الأكل لو حد شو هذا الاسم السفنكتر الصمام بسميه أنا pyloric sphincter which is closed اللي هو أصلا مسكر. So food return back، هذا الاشي بيخلي لي الأكل يرجع لورا، أوكي، يخبط بهذا الصمام ويرجع لورا. Such movement will mix food with digestive food and converting food into semi-fluid called chyme. هذا الحكي رح يخلي لي يعمل لي mixing للفود وميكانيكال digestion لإله، ورح يحول لي للعصارة الهضمية اللي هي سيمي فلويد شبه سائلة، أنا بسميها شو الكايم اللي هو العصارة الهضمية. حكينا عن آلية الهضم والهذا، أوكي؟ طيب هلا الجاستريك امتينج اللي هي تفضاية المعدة، كيف بتفضي المعدة؟ هلا سترونج بيريستالتيك كونتراكشن، لو هون صار في عندي الانقباض كتير قوي، هذا الانقباض القوي مش رح يخلي الاكل يخبط هون ويرجع، لا، رح يفتح هذا الصمام. يعني اذا كانت الاندفاع كتير قوية، اوكي، هذا الصمام رح يبطل قادر انه يسكر، فبالتالي رح يفتح. فبالتالي strong peristaltic contraction force the chyme to pass through the pyloric sphincter، رح تجبر لي هاي العصارة المعوية انها تفتح هذا الصمام وتعبر عن طريق pyloric sphincter into the duodenum اللي هو اول جزء من small intestine. تمام، طيب the amount of chyme passing depends on the strength، يعني كمية الكايم اللي بتعبر، أوكي، بتعتمد على strength of contraction which is controlled by signals from the stomach itself and the duodenum. يعني كمية الأكل أو الكايم اللي بتعبر من الستومك للدودينام تعتمد على قوة انقباضات المعدة. إذا كانت انقباضاتها قوية رح
تخلي الكائم يعبر بكميات كبيرة للدهون. أما إذا كانت ابتباراتها مش قوية لا رح يضل الأكل وين موجود في في الستومك. أوكي الريجولاتوري باثوي اللي هي الأشياء اللي بتنظم اللي هو الكونتراكشنز والسيكريشنز لهاي الجي آي تراك. الأستيلكولين هو النيوروترانسميتر تبع الباراسمباثيتك صح ولا لا تبع الريست اند دايجست، وبالتالي مين بيطلع لي اياه الانترنسك نيرفوس بلكسس زي المينتريك والسبميكوزال بلكسس تفرز لي استيلكولين رح يحفز لي الجاستريك اللي هي الجي سيل ورح يحفز لي الانتيروكروموفين لايك سيل. ليش؟ لانه الاستيلكولين بده يعمل لي اللي هو استيميليشن من الباراسمباثيتك، وبالتالي بدي اعمل انا بدي احرك الجهاز الهضمي، فبالتالي رح تحفز لي انتاج الجاسترين اللي هو رح يعمل لي استيميليشن للسكريشنز والموفمنت تبعت الهذا والهستامين تبعت الاستمك والهستامين اللي هو رح يطلع من الانتيروكروموفين لايك سيل. الجاسترين كمان رح يطلع secreted into the blood from the G cell okay in response to protein product in the stomach. لو كان في عندي proteins في الستومك هذا الاشي رح يحفز لي انتاج الجاسترين من الجي سيل. والاستيلكولين كمان حكينا انه بحفز لي هيها حكينا لكم يا جماعه هي دائره دائره كله بحفز كله. الاستيلكولين حفز لي الجي سيل، اذا الجاسترين تم افرازه بتحفيز من الاستيلكولين ومن الوجود البروتينز في المعده انه يلا بدنا اشي يهضم، فبالتالي يلا 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 يا جاسترين اطلع عشان نبلش هضم. هلا الجاسترين ستيمولييت هو البارايتال والتشيف سيل، البارايتال تفرز لي الحمض والتشيف تفرز لي البيبسينوجين. اوكي اذا هي سلسله كلها أشياء محفزة بتحفز بعض. stimulate histamine and histamine stimulate HCL release from parietal cells. تمام؟ طيب حكينا عن الأشياء اللي تحفز لي stimulation تحفز لي secretion تبع HCL. شو الأشياء اللي بتعمل لي inhibition لإله؟ حكينا إنه somatostatin من D cell بيعمل لي inhibition ل secretion of the HCL. In response to high acidity لو في عندي كتير acidity اوكي في الستومك اوكي خلاص صار في عندي كتير حامضية اوكي، فهون احنا بدنا نثبط افراز الحمض عن طريق انه شو عن طريق الديسل اللي بتفرز لي السوماتوستاتين. تمام directly inhibit the parietal cell acid production. خلاص يا parietal cell لا تفرزي لي حمض لانه احنا اصلا عندنا حمض ما فيه الكفاية، وبتمنع لي افراز الهستامين من الانتيروكروموفين لايك سيل اوكي، وبتمنع لي افراز الجاسترين من ال ايش من الجي سيل. اذا السوماتوستاتين بيمنع لي افراز كل شيء من باقي الخلايا اللي موجوده في الستومك. سكرتين فروم ذا دودينال سيل هاي السوماتوستاتين من الدي سيل اللي موجود في الستومك. وفي عندي كمان سكرتين والكوليسيستوكاينين هذلون تو هرمونز كمان بيتم افرازهم من الدودينام. اذا السوماتوستاتين هو عباره عن انهبيتوري هرمون من الدي من الجاستريك دي سيل، والسكرتين والكوليسيستوكاينين هن عباره عن انهبيتوري هرمونز من الدودينام. السكرتين لما بتكون يبلش الاكل ينزل على الدودينام اوكي، فخلص الدودينام هون معباي ما بتقدر تستقبل اكل اكثر من هيك من الستومك، بتقوم تفرز لها سكرتين انه يا ستومك خلص وقفي استفرازاتك وقفي هضمك بكفي، يعني هلا فيني اكل اتركيني اهضم اللي عندي بعدين بتنزلي لي كمان اكل. اذا بتثبط لي حركه مين؟ حركه الستومك من عن طريق السكرتين والكوليسيستوكاينين. اوكي اذا السكرتين from the duodenal cell plays the main role in inhibiting acid secretion after the entry of fat and acidic into the duodenum. يعني خلص دخل الفات والأكل والأسد من الستومك على الدودينم، هلأ الدودينم مليانة مش قادر تستقبل أكل أكتر من هيك من المعدة، بتروح تفرز السكرتين بثبط لي الأسد secretion والموفمنت والسكريشن تبعت المعدة إنه خلص استني شوي خلص عندي بعدين بتكمل شغل. والكوليسيستوكاين نفس الشيء بيمنع لي الأسد secretion. تمام The stomach activity, as food empties from the stomach into the intestine, gastric secretion gradually decreases. لأنه الدودينام رح تبلش تبعت لي إشارات inhibition للستومك إنه وقفي اللي عندك، أوكي خليني أخلص اللي عندي بعدين بتكملي. Gastric mucosal barrier protects gastric mucosal barrier protect the stomach lining from the gastric secretion. احنا حكينا انه المعدة بتحمي حالها من الgastric secretions من الacidic secretions عن طريق mucosal barrier. carbohydrate digestion بيبدأ وين؟ بيبدأ بالoral cavity اوكي عن طريق الاميليز، وين بيكمل؟ في body of the stomach. بينما البروتين digestion بيبدأ اصلا في الانتروم اوكي.
the stomach absorb alcohol and aspirin. Okay, the stomach ما بالعادة ما بتمتص. مين اللي بيمتص؟ بيمتص الأمعاء. بس the stomach الأشياء اللي بتمتصها على غير العادة هي الألكوهول والأسبرين. تمام. هلأ إفرازات المعدة بتيجي على مراحل. أول مرحلة اللي هي قبل ما الإنسان يأكل، اللي هو مثلا لما الإنسان بسميها أنا السيفاليك فيز، هاي اللي هو لسه ما دخل الأكل على المعدة. طب ليش في عندي إفراز؟ أنه مثلا الإنسان فكر بالأكل، أو مثلا الإنسان شم ريحة أكل. مش إحنا بنحكي لما بشم الإنسان ريحة أكل تحس إنه بتبلش إيش سلايفا، بصير في عندي زيادة في السلايفري سكريشن صح، وبتبلش كمان الستمك تعملي preparation لها وبتعملي gastric secretions بدون ما يدخل الأكل على المعدة. بس مثلا من تحفيز بصري شاف أكل، شم ريحة أكل، فكر بأكل، إذا هذا بسميه سيفاليك phase or cephalic stimulation before the food enters the stomach. Stimuli from the head increase the secretion of HCL and trypsinogen impulse by cardiac by the vagus nerve. Okay, direct stimulation of parietal cell بتعمل لي هاي الفيجاس نيرف، رح يعمل لي direct stimulation للparietal cell وindirect stimulation للجي سيل عن طريق ال 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 الثوتس، السميل، السين. اوكي، شاف اشي، شاف الاكل مثلا اللي بحبه، فهاي اللي هو قبل ما يدخل الاكل على المعدة. والجاستريك فيز هون لا خلاص الاكل صار بالمعدة، فهون بلشت عن جد الافرازات الحقيقية تطلع. مش الحقيقية كمان، بس السيفاليك كانت افرازات بس بكميات كتير اقل من لما الفود يدخل المعدة. اوكي، stimuli acting in stomach itself. okay، مثلا بسبب الديستنشن التمدد تبع المعدة. stimulate chemoreceptor in stomach resulting in stimulation of intrinsic nerve plexus والextrinsic nerves، يعني ال 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 الأعصاب الخارجية اللي من الدماغ والأعصاب الداخلية كمان بتحفز الموجودة في الجي آي تراكت. okay، هي أنا بسميها الجاستريك فيس اللي هي لما الأكل يدخل وين؟ المعدة. هلا الانتستينال فيز اللي هي المرحله الثالثه من الافرازات، اللي هي لما بدخل الاكل على وين؟ على الامعاء. هون خلاص افتر فود انترز ذا سمول انتستين، هون بتطلع الانهبيتوري هرمونز من الانتستين عشان تثبط لي السكريشنز تبعت الستومك، زي الكوليسيستوكارنين اللي بتفرز لي الدنم والسكريتين زي ما حكينا عنهن. هاد لون ديكريز ذا فلو اوف ذا جاستريك سكريشنز. تمام، هيك والله الحمد لله خلصنا. شو الستومك؟ الستومك يعني هي أطول أورجان تقريبا، خلصناها. تمام، خلي هذا يكون بارت لحاله، بنكمل إن شاء الله بعدين. في هون رح نبلش في البنكرياس، بعدين في أتوقع هون بلشنا في الأكسسوري أورجانز الليفر. أوكي، بعدين يعني بكملوا على السمول انتستين. هون لا، برجعنا للتيوب نفسه، للجي آي تراك نفسه. تمام، يعطيكم العافية يا جماعة.